للترويج حول حقبة تاريخية مهمة. كان علينا ضروري أن نهتم أكثر بالتاريخ القديم لأنه يعد مرجعية، لابد أن نفتخر بهذا الإرث التاريخي العريق الحضاري اللي لازم نديره مجهود يتروج على مستوى المدارس. هناك عمل بيداغوجي موجه للمدارس للمتمدرسين، كذلك يكون نقاش أكاديمي، وهذا هو المبتغى تاع الملتقى. وبالموازاة أيضا انطلاقة دورة تكوينية لأساتذة اللغة الأمازيغية الذين سوف يزاولون التدريس على مستوى كل ولاية الغرب، إذا متواجدين هنا في ولاية عين تيمشنت. على هامش هذا الملتقى يكون تكوين متواصل مع مفتشين مع جامعيين لمواصلة هذا المجهود تاع إدراج اللغة الأمازيغية في منظومة التربية. I will present the all the references 51 references of Appian that he discussed about the Syphax. There are many information, new information about the king.